Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alatil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa kiram azami Allah thumma ila arwahi abai wa ikhwani min anbiya muslim salatullah alaihi wa alaihi majma'in wa la ayat kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi tabi'in ala humisani ila middin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdanina وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا المؤمنين ومشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا له روح المرحوم الحاج محمد نور بن نائم ولو المرحوم الجهاد طاهر بن أبو بكر ولا روح المرحوم خالد بن أبو بكر ولا روح المرحوم إبراهيم بن مسلم ولا روح المرحوم خالد بن أبو بكر ولا روح المرحومة حاجة سمع بنتي أبو بكر ولا روح المرحومة صالحة بنتي حاجة سمسي ولا روح المرحومة فاطمة بنت جمال ولا روح المرحومة سوا بنتي أبو بكر ولا روح المرحومة وان بنتي أنا أشهد لله لما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما
فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهما فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفلا ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفلا ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بعد الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلومات ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وفلا ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى سيدنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين واسبنا الله على نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم عبد الزكي فاعلم أنه لا إله إلا الله قبل يقول عبد أنه لا إله إلا الله حقا وصدقا لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس لدى ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس لدى ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس لدى ما وسعه علم الله لا إله إلا الله والله أكبر 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 الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال ربكم ادعوني استجب لكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوفي لما ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الاهوال والافات وطهرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا نثني ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في المعلى الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تأتي الأرض ومن عليها وتتغرر الوارثين اللهم اجعل الصلاة وتقبل ثوابا مقرنا من القرآن العظيم وما أهللناه من لا إله إلا الله مستغفرنا وما قلناه من يا الله وما صليناه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا وصله ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونوليها إلى حاتم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صواب مثل ثواب ذلك مع مزيد بيرك وإحسان إلى رحمة اجتمعنا هنا بسببه مصلى روح المرحوم حاج محمد نور بن نعيم ولوره المرحوم نرحم بالمرسلين وإلى المرسلين وإلى روح المرحوم وإلى روح المرحوم خالد بنت وكر ولا روح المرحوم وواد بنت أنوار ولا روح المرحوم حتى بن أبو بكر ولا روح المرحومة حاج سمت أبو بكر ولا روح المرحومة صلى بنت أجي حسن وسي ولا روح المرحومة ولا روح المرحومة فاطمة أجي مما نور ولا روح المرحومة صوى بنت أجي أبو بكر وصول مفروهم ومن تسب إليهم أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك بنا إليهم وجعلونا ورئيسا ويأتل لبين يدي مضعف المرحوم ردك علينا وعليهم اللهم اجعل وفقك لهم من النار ونجاة لهم من النار وستر لهم من النار وفداء لهم من النار اللهم اغفر له وارحمه واعفه واعفه اللهم اغفر له وارحمه واعفه اللهم اغفر له وارحمه واعفه
ثم صواب مثل صواب ذلك إلى رويدنا وشيخنا وليم وشيخ مجمع المسلمين وشيخ عرب ويرباه. اللهم اجعل في صافنا وصف ولينا وسادة الحمد لله محمد جمع برحمته والردوان وادخلنا ويا فاسي جنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات ويا ذا الجلال والإكرام. اللهم قوم بدك الطبر والحور إلى جنتك جنات القلوب إلى زل مدوى من مسكوى فاكهة كثيرة لا تغطي ولا ممنوع وفرين وفرام الذي أنا متعلم نبينا وصدق وشعر وصدق فيك يا أرحم الرحمن يا أرحم الرحمن ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لنا من ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك نصير لك المصير. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله آمين يا رحمن آمين رحيم. ربنا تقبل منا دعوانا وصلاتنا واركعنا سجودنا وتقبل تغشنا وملنا وعمل في ليلة الجمعة المباركة من شهر وصلاة مبارك السميع عليه وتعالى ملنا تأمر ابننا ونفسك الله تأتنا فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.